خالص عالمي امس خلص انه هذا الوباء صار وباء عالمي سموه بالجلوبال ستاندرد. هذا المستوى اذا اكو حكومه احنا اولادنا احنا الان في هذه المرحله ما فيش حمل فقط هذا الفيروس العالم الان العالم اللي خسر ماليه كبيره رؤساء العالم اللي حتى في حكومتنا مغيره تماما عن هذا. احنا جاي نجد علاقه الان هاي الوقفة احنا حال المعتقلين الابرياء اللي ما طلعت ديهم بالدم. الناشد الحكومة العراقية ان تصدر عفو عام وسريع لانه الوضع اصبح خطر، اصبح المرض على الابواب واولادنا بالسجون بالالاف، الاف مؤلفة عدوا 100,000، فالوضع هسه صار كلش خطر. يعني مو بعد ما يتحمل ان يأجلون، اصدروا العفو وتركوها بصمة في سبيل الله، خلوا أولادنا على الأقل احنا نحافظ عليهم. احنا جايين اليوم واقفين هنا نطالب بحقوقنا، نطالب بحق السجناء المظلومين، نطالب بهذا الوضع التعبان. هاي السجناء المظلومين ليش بيها حق؟ ليش هيجي؟ ليش السجناء ضالين؟ ما حد لهم. اللي ما عنده فلوس راح انتهى، واللي عنده فلوس ذب فلوسه كلها، والمظلوم ليش من الكتل هاي ما عندهم شيء جاي يعترفون كذا؟ ليش هاي التحقيقات مالتهم كلها باطله؟ ليش؟ ليش القضاء ليش ما جاي ينتبهون على الجاي يصير؟ ليش هو يجي يحكم بكيفه؟ يعني ما يعرف اكو ظلم؟ ما يعرف اكو بالتحقيق ظلم بالموضوع؟ ليش؟ ليش اجوا حكم هذا 5 هذا 3 هذا 10 هذا 20 باطل؟ ليش؟ خلي يسال، خلي ينتبه، خلي يشوف، خلي يشوف الجاي يصير. ليش هيجي؟ والله ما يصير، والله ظلمتونا. نريد نطالب من كل رئيس، الكل مسؤول، يطالب بهاي السجناء. هاي المرض طبلنا مرض وباء راح ينهي العالم كله. هاي السجون شنو قاعه 100 متر بها 2000 نفر، 2000 نفر شو سوى؟ يعني هو مرض ينتشر من البشر البشر، هم واحد بصف الله. ما يصير هيك، نطالب بفراجهم. هاي اللي من 1-10 سنه دول اللي اعتقلوهم السجناء كل شيء مسوين مجرد يتظاهر. ليش اخذوهم كلهم واللي شي انحكم وشي بعده؟ ليش هيك؟ نطالب بقانون العفو العام باستثناء الارهاب والمرهبين والقتله، ونطالب الحكومه تفرج على المساجين المظالم وتشوف ان الوضع وباء فيروس كورونا منتشر ونخاف عليهم من الامراض، ونتمنى من الحكومه تاخذ سراحهم اسرع وقت. يعني وباء السجون كلش تعبانه وباء السجون، لو ما يلاقي لاي شيء. المواجهات مالتنا من الروح يعني كلش نتعب بيها، المواجهات صعبة، فنطالب الحكومة بعد.
الحكومة، أناشد الحكومة بما يرضى الله، أنا والدي أريد ابني، يعني إذا صار في هذا المرض مش يصير، شو يصير معنا؟ أريد ابنه إذا هو عمره 19 سنة وطب السجن يطلع، شو يطلع عنه؟ والله بريء بريء ثم بريء ابنه، والله ما عنده شيء. أناشد المرجع الدينية، أناشد الإسلام، أناشد الإسلام، أريد حقه. ليش إحنا بدنا يطونا؟ إحنا مو إسلام، يعني شلون إسلام وإحنا بدنا يطونا أبنائنا؟الوقفة احنا كمتظاهرين حبينا نوقف من باب الوفاء لإخواننا المغيبين من الناشطين وكذلك السجناء العراقيين اللي بعد ما كل أي واحد عراقي عنده معلومة بأن الكثير منهم في السجون وليس لديه أي دعوة وما مكملين دعواتهم على حساب هذول الأشخاص. فمن باب الإنسانية، من باب الرحمة، نوجه رسالة إلى المسؤولين في الحكومة العراقية للنظر بهذا الموضوع، وخاصة مع نعيش من هذا الوباء الذي سوف يعني يؤثر سلبا على السجناء وبالتالي على الحكومة العراقية. في حالة إذا تم هذا الوباء انتشار بين السجناء وما آثاره السلبية على المجتمع، زائدا إحنا مجتمع عانى معانا من بعد السقوط ولحد الآن، نعتبرها من باب الرحمة أن نطالب من عندهم بالعفو العام من أجل فتح صفحة جديدة لهذا المجتمع. ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء. يجب يعني النظر بهذه العوائل المنكوبة وأطفالهم دايم ينتظرون ورسم البسمة على شفاه النساء اللي قبل شوية يعني بصراحة بكينا يعني بصراحة من الألم. فإحنا نتمنى من الجميع التضافر وإعادة النظر من أجل إنزال الرحمة لشعبنا وهو الذي يستحق هذا الشيء. 160 ألف سجين ومحتفل ومغيب بريء، فلو إنكم ساندتم عميدكم وخيمتكم منذ اليوم الأول للتظاهر في الشهر السادس من سنة 2019 ولحد الآن. احتجاجهم قاعدين بدوائرهم ببيوتهم وتاركين الثوار يصارعون الموت، ولكنكم اخترتم الجلوس في بيوتكم وصمتم صمت القبور، فكانت النتيجة اليوم انهم ينتظرون الموت وهم خلف القضبان. وللأسف الشديد ان ماتوا فلن تستلموا جثثهم لانه ناس بالسجون، هذا يموتون ما عاد يستلمهم يدفنوهم لأنهم سيدفنون في أماكن خاصة ولطرق خاصة كما رأيتم ذلك بعينكم. وفي نفس الوقت أنا عميد السجناء والمعتقلين والمغيبين السيد الفاعل حسام جعفر الحسني، كفانا الله وإياكم وكل العالم والبشرية شر هذا الوباء، وباء كورونا. الحقيقة دأبت هذه الخيمة خيمة أحرار العراق، خيمة المعتقلين والسجناء والمغيبين على وقفات الاحتجاجية في كل جمعة، وهي تطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين والسجناء والمغيبين الأبرياء. رسالة إلى الحكومة العراقية للنظر في هذا الشيء من أبناء هؤلاء العوائل المساكين. طبعا اليوم ماكو عائلة طبعا لديها إرهاب لديها تجي لهذه الساحة، كل الموجودين هم عوائل بريئة، هم عوائل يحسون ببراءة أبنائهم بالظلم اللي وقع على أبنائهم. ولذلك نحن نطالب الحكومة، نطالب البرلمان، نطالب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وبالعفو العام، بإطلاق سراح كل المعتقلين، كل السجناء الأبرياء. نحن لا نطالب غير الأبرياء. ولذلك
هذه رسالة من ساحة التحرير، من ثورة ثوار التحرير في ساحة التحرير، أن يكون هناك إطلاق سراح لكل المعتقلين. شكرا لكل من وقف، شكرا لكم. أنتم تقلون الرسالة إلى العالم وإلى البرلمان والحكومة، رسالة هؤلاء العوائل الفقيرة. فإن شاء الله نتأمل خير من، يعني ما أعرف أقول نتأمل خير من لدي الخير في هذه الحالة، وإن شاء الله الله يكفينا شر هذا الوباء وشر جميع العالم إن شاء الله. حقا قد كفله الدستور، أني أقف دائما إلى جانبكم بهذه المطالبة، ونحن نعمل دائما بهذا الاتجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ انطلاق ثورة تشرين عظيمة 1/10 ولحد الآن، شاركنا الثوار بكل عملهم وبكل إنجازاتهم واستشهادهم وجروحهم. من 1/10 نوينا أن ننصب خيمة، كل إنسان مواطن عراقي إلى حق أن يطالب بحقوقه المشروعة باتجاه هذه الحكومات الفاسدة والأحزاب الفاسدة. فإلا المسجون لم يستطيع أن يطالب بحقوقه المشروعة، فإحنا تبنينا وأخذنا على عاتقنا أن نكون صوت للسجين العراقي ونطالب بحقوقه من جميع النواحي، من السجناء إلى الأبرياء والمعتقلين. فوجدت هذه الخيمة ونصبنا هذه الخيمة لعوائل السجناء والمعتقلين المغيبين لتكون صوت لهم، وفعلا نجحنا بهذا العمل، وصارت أكو عندنا تنسيقية مع مفوضية حقوق الإنسان، ورفعنا ملايين السماير للسجناء والمعتقلين ورفعناها مفوضية حقوق الإنسان، ومن ثم صار تنسيق وعمل مع نقابة المحامين لإخراج وطالبة بإقرار العفو العام في المرام العراقي. نحن دائما معكم من أجل العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الشعب العراقي، وشكرا. اختطاف للناشطين. 17 سنة عجاب. احنا كنشطاء مدنيين جئنا اليوم للتضامن مع الأخوة السجناء والمغيبين التي مضى على اعتقالهم فترة طويلة. احنا اليوم جئنا اليوم نقف إلى جانب هؤلاء الناس المظلومين، باعتبار أن اليوم مرض كورونا قد فتك بالعالم، ومظلوم السجناء أكثر الدول تقدما بالعالم، أصدرت عفوا عن السجناء باعتبار ينتشر، والواقع الصحي للسجناء بالعراق ضعيف كلش، وممارسات غير صحيحة. نطالب بالعفو العام، لأن أغلب السجناء هم مظلومين، أخذت اعترافاتهم بالإكراه عن طريق التهديد عن طريق التعذيب. وهناك اعتقالين بالعراق مضى فترة طويلة عليه، هو الاعتقال الطائفي والاعتقال عن طريق المخبر السري، وهذه مخالفة قانونية لا يقبل بها المجتمع الدولي. فأطالب بالعفو العام أو تجي لجنة محايدة للتحقيق مع السجناء. السجناء أغلبيتهم مظلومين، 90% من عندهم. فأطالب بالعفو العام. لتطمع 38 مليون عراقي لا تستطيع تهيئة الخبز لهذا المواطن العراقي، وفوقها تأخذه تخطفه تعذبه وتغيبه. هنالك أهزوجة قالها الثوار، يقولون أسألهم نقول وين نتلاقي. هذه وقفة من خيمة أحرار العراق لعوائل السجناء والمعتقلين الأبرياء، وإحنا هنا أمهات وأخوات وأولاد وأبناء وأخوان المعتقلين في السجون، وإحنا لو ما نعتقد أنهم أبرياء لم نأتي أصلاً إلى ولا نطالب بحقهم. أولادنا أبرياء في غياها بالسجون، تهم كيدية. أنا أخويا معتقل بتهمة كيدية. نطالب بكل العراقيين وكل أولادي هم العراقيين، أطالب بالإفراج عنهم، خاصة بعد تفشي مرض كورونا المستجد، مرض خطير، وباء أصاب العالم بأسره. البارحة المنظمة العالمية تقول وباء عالمي، شلون ولدنا بين أربع جدران؟ إذا صار بواحد من عندهم معناتها وباء عالمي، راح يصير وباء كارثي راح يصير بداخل السجون. وأنتم الحكومة العراقية في تماس مع ولدنا، في تماس، يعني أنتم راح تنصابون. فإحنا نريد إخراجهم، وهم لو ما أبرياء إحنا نطالب بهم، إن نريد أبرياء ولدنا. عبالكم راح نسكت؟
يعني نسكت اذا صار بيهم شيء؟ مستحيل نسكت. احنا العوائل، احنا امهات العراقيات، احنا الماجدات العراقيات الشريفات واقفين هنا طالب بولدنا، ما جايين احنا هيك اعتباطا، عايفين بيوتنا وجهاننا وجايين هنا نطالب بولدنا وكل العراقيين الابرياء الذين انظلموا، ونطالب رئيس الجمهوريه حصرا، لان هو بيده يقدر يصدر العفو العام. نطالب رئيس الجمهوريه برهم صالح باصدار العفو العام، لان هو بيده عفو يقدر يصدر هسه بدون راي البرلمان. من المذنب، المذنب اللي اذى المواطن العراقي وعمل مع الارهاب، على الحكومه ان تقتص منه. لمهرجان نستذكر به قادتنا شهداءنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل أن تكون هذه الثورة مستمرة. طبعا احنا تجمع أحرار خيمة الأحرار بالنسبة للسجناء المظلومين، مو اللي مثل الطخ أيديهم بالدماء، نطالب بالعفو العام عن الأبرياء. أكثر السجناء بالعراق كلهم يعني تحت التعذيب، فكلها مظلومة. هذا مرض يعني قاتل، يعني قد تحكمون بالإعدام. فنطالب فورا للعفو العام عن الأبرياء السجناء داخل العراق. كل الدول أسوة بالدول كلها انطت العفو، واللي يعني هم يعرفون الحكومة، نطالب من عندهم من اللي خيرين. فابني من ضمنهم، من ضمن الأبرياء، وهاي أطفاله. طالب بالعفو العام من الحكومة العراقية، مثل ما الدول اطلت عفو عام احنا هم نريد عفو عام، لأن أبويا إذا اسم الله صار بي شيء بالسجن ومات أخسر أبويا أني. أمين يعني راح يجيبوا لي أبويا، والقوات الأمنية هم راح تتأذى بالسجن، نفسهم هم راح يتأذون السجناء. وطالب فورا بالعفو العام. احنا اليوم ان شاء الله هاي موقفنا، والمواقف السابقة كانت المطالبة بالعفو العام. السجناء عن السجناء الابرياء يعني بالتحديد، اللي اجوا بتهم كيدية او بالمخبر السري او باستهداف سياسي، وعندنا الكثير من الملفات في بهذا الخصوص. الان الظرف المستجد والاستثنائي بالعالم كله هو هذا الفيروس وخطورته. احنا مهددين بالساحات، المجتمع كله مهدد، العالم كله مهدد. اكثر من دوله بدت تحاول ان تطلق سراح سجناها. نموذج ايران القريبه من عندنا، 57 الف سجين طلقت سراحهم. العفو العام في العراق هو اوجب يمكن مكان في العالم لان يطلق سراح هذا البريء لما شلت هذه القضايا من استهدافات وكيديات ومشاكل كثيره. وربما اهل السلطه واهل القضاء واهل القانون هم اعرف بهذا الموضوع من احنا اللي نمثل الاهالي. هذه الوقفه هي ليست وقفه احتجاجيه فقط، وانما هي مطالبه، وإن لم يستجيبوا فنحن أيضا نطالب المجتمع الدولي للتدخل. نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ممثلة بمنظمة حقوق الإنسان لإقرار أو الضغط على هذه السلطات، سواء كانت التنفيذية أو التشريعية أو كل من يساهم بإقرار قانون العفو العام. جمعتكم المباركة إن شاء الله ببركة الله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكفينا ويكفيكم شر هذا الوباء وجميع البشرية في العالم. طبعا خيمة أحرار العراق للمعتقلين والمسجونين والمغيبين، خيمة دؤوبة، خيمة يعني فيها جهد كبير،
دأبت كل جمعة أن تكون لها وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمسجونين والمغيبين، وأيضا جمع عوائل هؤلاء في هذه الخيمة، وهذا يحسب لهم ونحن كتجمع سفراء الإنسانية والقمة العراقية في هذه الساحة في ساحة التظاهر مع ثورة أكتوبر المباركة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يكفيهم شر كل بلاء. طبعا ارتئينا أن يعني يقول الله سبحانه وتعالى وإن شكرتم لأزيدنكم. الحقيقة هم يستحقون الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة في هذه الخيمة، وكذلك لم هذه العوائل المظلومة التي يعني من خلال أبنائهم الموقوفين والمعتقلين والمسجونين، فهذا التكريم هو قليل بحقهم. طبعا أنا وأخويا السيد طالب الحسني شفناها فتشي يعني نقدمه لهم ولو قليل، ولكن هو شيء معنوي لتحفيزهم لتقديم الأفضل، وإن شاء الله هم باقين على هذا المنوال. الأخت شيماء الجاف والأخ حيدر السعدي أبو ضرغام والأخت سنار، فالآن طبعا يكون التكريم النساء أولا، دائما يقولون سيداتي آنساتي سادتي، فلذلك الأخت شيماء سيد طالب يكرمها بجمع كل هذه العوائل، هاي العوائل الكريمة اللي يدعو الله سبحانه وتعالى أن تفرح بالإفراج عن كل أبنائهم. هذه الوقفة اليوم كانت لأهالي المظلومين والمعتقلين والمغيبين، وطالبوا بالعفو العام بسبب ظلمهم، وعانوا ما عانوا من القوانين المجحفة، وعانوا طوال هذه السنين من الحكومة، حكومة المحاصصة، أصبحوا بين مطرقة حكومة المحاصصة والقوانين الظالمة لهذه العوائل، أصبحوا معتقلين كثيرين ومغيبين كثيرين وسجناء أبرياء داخل السجون بقوانين مجحفة بحقهم. هذه العوائل والأطفال خرجت اليوم لتنادي وتناشد الحكومة للمطالبة بالعفو العام. متظاهرين عراقيين وثوار عراقيين نساء ورجال، هاي وقفتنا، نطالب بالإفراج المعتقلين الأبرياء وإفراج المتظاهرين في سوح التظاهر في جميع المحافظات، جميع محافظات العراق. ومواطن عراقي أناشد من دولة العراق، لأن يعني إحنا دولة العراق غريبة أصبحت، أنا مواطن عراقي من دولة العراق، أناشد البرلمانيين الحالياً ساكنين بالدول، لأن يحكمون العراق وساكنين بغير دول، فإحنا شباب وطنيين، شباب عراقيين من دولة العراق، دولة الشرفاء، دولة الغيرة، دولة العظماء. الإفراج عن المعتقلين الأبرياء المتظاهرين الشباب، الحكمة أربع إرهاب، هذا الحكم 10 سنين، هذا الحكم مؤبد، شي طلع ياخذ حقه، شي طلع يريد وطن، شي طلع يريد يحل الأحزاب، يحل البرلمان، شي طلع يريد حقوقه من البلد.
الاختطاف اختطاف، الاعتقال اعتقال، شنو السبب ما نعرف. شي نطالب بحقوقنا زين. الكتلة والشهداء والنساء ودمهم، وعاد عد الشاب العراقي الدم العراقي يروح بالرجلين، ما باوعوا وما حاكموهم وما سجنوهم، جوا على الفقير. الشايل طالع بوردة، الشايل علم العراقي، اعتقلوهم. فنطالب بالإفراج المعتقلين حاليا، لأن عوائل الشهداء ساكنين التحرير يطالبون بولدهم. بيكرون هم يجيكم وطلع صراحة الناس أكثرهم بسببكم ترى ذا صار بشيء عشائريا قانونيا. كل نشتكي من عند الأمم المتحدة، والله كل مكان نشتكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نعزي عوائل الشهداء، ثانيا من هذا الموقف، الموقف المشرف في ساحة التحرير، نحن متظاهرين ومعتصمين ساحة التحرير نطلب بالإفراج عن معتقلينا في السجون المظلمة، في سجون أبو غريب، سجون المطار، الشعب الخامسة، لأسباب المرض الكورونا. هذا سبب اعتقال المتظاهرين السلميين والناس البر الذين هم في معتقلات الظلم. أولا كحكومة عراقية سيئة ورديئة إلى أبحد الحدود. باقي العالم موجودة بها حقوق الإنسان، بالعراق للأسف حقوق الإنسان غير متوفرة حاليا عندنا بالعراق. فإنه نطالب من رئيس الجمهورية برهم صالح بإطلاق سراح المعتقلين البريء. والله من ساحة التحرير نطالب الجهات المعنية، ليس الجهات الحكومية، لأن هي الجهات الحكومية اللي هي اعتقلتنا من يوم 11 وإلى الآن. اعتقالات عامة للمتظاهرين السلميين من ساحة التحرير وجميع ساحات الاعتصام في العراق. نطالب دول أوروبا أو الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإنقاذ المتظاهرين السلميين المدنيين التي اعتقلتهم الدولة خلال هذه المظاهرات وخلال هذه الانتفاضة، تحفظاً من الأمراض أو من فيروس كورونا المنتشر عالمياً. وأغلب دول أوروبا أفرغت سجونها للمدنيين اللي ما عندهم قضايا وديهم ما تطلق بالدماء وليس عليهم جرائم جنائية. متظاهرين السلميين اعتقلوا لأجل مطالبتهم بوطن، خرجوا في ساحات الاعتصام للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من منذ 17 سنة وإلى الآن. نحن نقمع ونقتل من قبل القوات الحكومية، فنطالب الجهات المعنية بالتدخل الفوري لإنقاذ المتظاهرين. وحاليا تقام دعاوي للمتظاهرين، هي الدعوة يا أما مؤبد يا أما إعدام للمتظاهرين السلميين. وقالوا ودعاويهم والأقوال المدونة لهم بأنهم قطعوا سريع محمد القاسم وحرقوا التائرات في الشوارع وقطعوا الطرق. فهذا الاحتجاج هو وارد بكل الاحتجاجات بالعالم، يقطعون الطرق ويحرقون التائرات، فهذا الشيء وارد كلش. أما حكومتنا اللي ما أعرف شو أسميها، حكومة الكريمة القمعية القاتلة اللي تقتل شعبها، أدانوهم في هذه التهمة. وحالياً هم صعدوا إلى القاضي وحكم عليهم بالإعدام وبهم مؤبد. فنطالب الجهات المعنية بالتدخل الفوري لإنقاذ الشعب من هذا الإجرام التي تطالب به الحكومة العراقية لشعبها. على أرواحنا المظلومين، وكلمة الأخيرة لأهالي السجناء. احنا هنا طبعا صار هاي الوقفه هنا من يوم 25 اكتوبر، هاي المنظمه السجناء المغيبين والسجناء الابرياء العراقيين. هاي المؤسسه يعني بيها بال 160 الف مظلوم بالسجن، كلها دعوات كيديه، كلها طائفيه ومخبر سري. نطلب من المحكمه التنفيذيه والتشريعيه العفو العام لجميع السجناء والسجينات العراقيات.
يعني مو بس اكو سجين سجناء، اكو سجينات، انه اكو انتهاك لحقوق الانسان داخل السجن، وهذا فيروس كورونا يعني وباء عالمي صار، واحنا يعني تعرف بالسجون العراقيه ماكو منظمه اصلا حقوق الانسان ولا صحه ولا شيء، اكو ناس عندهم ضعف بالمناعه ما يتعرضون للشمس، ماكو تعقيمات، يعني هاي صارت تجاره بارواح الشعب العراقي. زين احنا من ننتظر دول السجناء يكونون يعني حالة يكتبون ميتين، يعني بعدين تكون أرامل وأيتام، يعني ما يصير. احنا نطالب بحقوق الإنسان ومفوضية تشريعية والتنفيذية بتبييض السجون والعفو العام لجميع السجناء بالعراق، عم تكلهم بصمة هاي الحكومة، يعني الحكومة هي الظالمة هي المجرمة، لأن دول المجرمين موجودين على الساحة الخلاني معروفين ومن زمان موجودين، دول المخبر السري والطائفية، احنا بس حبنا الوطن جايبنا، ما عندي لا سجن ولا شيء، انا جايبتني غيرتي والله تدافع عن حقوق ذول السجناء العراقيين، ذول مظلومين مظلومين في السجون، كيف يطلقوا سراحهم؟ يعني خلت تفرح هاي الامهات العراقيه، خلت تفرح هاي اطفال خطيه، يعني اطفال تبكي على يعني جاي طفل يطالب بحق ابنه ابوه او امه، يعني هوايه انتهاكات لحقوق الانسان، احتكوا اعراض النساء والرجال، ونطالب بفقد حقوق الانسان العالميه والدوليه، يعني مو بس العراقيه. عميدكم وخيمتكم منذ اليوم الاول للتظاهر في الشهر السادس من سنة 2019 ولحد الان، بما هو مطلوب ولو انكم حضرتم المطالب بابنائكم وملذات اكبادكم لاصبح العفو العام حقيقي والافراج عنهم كافة، ولكنكم اخترتم الجلوس في بيوتكم. هذا ما يقتصر على بس عوائل السجناء، وهواي ناس من الشعب العراقي في ساعات الاحتجاج وقاعدين بدوائرهم ببيوتهم وتالكين الزوار يصارعون الموت، ولكنكم اخترتم الجلوس في بيوتكم وصمتم صمت القبور، فكانت النتيجه اليوم انهم ينتظرون الموت وهم خلف القضبان، وللاسف الشديد ان ماتوا فلن تستلموا جثثهم، أنه ناس بالسجون هذا يموتون ما عاد يستلمهم يدفنوهم، لأنهم سيدفنون في أماكن خاصة وبطرق خاصة كما رأيتم ذلك بعينكم. أكيد هاي وقفة مبادرة حلوة ومبادرة جميلة، ان اليوم المحتقلين اللي بالسجون من 2003 اغلب المحتقلين هم ابرياء بتهمه ان المخبر السري وال يعني الاسماء المتشابهه، فاحنا اليوم نطلب من قضاء العراقي المستقل ان يكون مستقل لافراج عن الناس الابرياء اللي هم تهمتهم اصلا هي كيديه مو تهمه جنائيه او تهمه، اللي احنا مع الناس الابرياء مع الناس اللي طلعوا من اجل الحقوق مع الناس الابرياء اللي راحوا بدداعيات شيئا او شيئا اخر من ضمنها الطائفيه والمذهبيه اللي موجوده، احنا نتمنى من قضاء العراقي ان ينصف الناس الابرياء اللي موجوده بالسجون من 2003 ولحد هذا اليوم، يعني بيهم احنا اصدقائنا ومعارفنا ناس هيك على الخالي جاوا اخذوهم بحجه تشابه اسماء بحجه مشتبه بالمخبر السري، يعني عندنا دليل المتظاهرين اخذوا عندهم تهم ودعاوي على الخالي بلاش، هم طالعين من اجل حقوق من اجل كرامه من اجل وطن مستقر، طالعين يدعون الخدمات ودعون بوطن خالي عن الاحزاب والميليشيات. بسم الله الرحمن الرحيم، رسالة من خلف القضبان من سجين ثائر نيابة عن أخوتي المسجونين، رسالتي إلى من يستحق أن أبعث له، رسالتي الأخيرة إلى رجال الله في الميدان، إلى جمهور وحضر شقائق النعمان، إلى نخيل العراق الشامخ، إلى شباب العراق ونبضه الدائم، إلى من صدر البطولات، إلى أسود التحرير، إلى الشجعان، إلى ثوار تشرين العظيمة، إلى ثوار ساعة التحرير الباسلة، السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته، رسالتي لكم
أنا عميد السجناء والمعتقلين والمغيبين والأبرياء السيد المهندس عصام جعفر الحسني. إن الحكومة والبرلمان والقضاء والأحزاب التي لم تستمع لكم ولنا على مدار 10 شهور من المطالب والنداءات والاستغاثة فإنها لن تستمع الآن لنا ولكم برغم أن الموت قريب منا ومنكم ومنهم ولا أبرم إننا سننجو من الموت من الموت المحتوم فهم أي أصحاب القرار والسلطة يريدون قتلنا بهذا الوباء الكورونا في السجون والمعتقلات فبدلا من أن يخسروا علينا دخانياتهم ورصاصهم الحي لقتلنا كما قتلوكم في تظاهراتكم منذ اليوم الأول لثورة تشرين العظيمة. فهذا الوباء القاتل مجاني وسيقتلنا بشكل جماعي وهو طرف ثالث لا يوجد من يعرفه أو من يحامي منه لأنه كورونا ولا استثني أحد من الأحزاب بذلك لأنهم كلهم يعلمون أن السجون والمعتقلات موضوعة بالأمراض كافة فضلا عن وباء الكورونا القاتل الذي سيقتلنا جميعا وعليه فإن مطلبنا نحن المظلومين الأبرياء في سجونهم ومعتقلاتهم. الوقفة كلها هاي نوقف بس نريد نطلع المساجين والمعتقلين الأبرار أكثرهم هسه مسجونين ثلاثة أرباحهم أخذت يعني حقوقهم أبسط حقوقهم هسه يعني الأمهات متبهذلات بسبب شنو ابنهم مسجون يعني هواي وما أقدر حتى أحكي خلقتني العبرة بالله العظيم نروح شايفين الويل ما عدا المواجهة من نروح لها نشوف يعني الضباط يبهذلوننا يعني مش هالمكان مساومات شغلات هواية وما نقدر نحكي ومن نحكي يهددونا يدزونا أوراق تهديد وعندي كل هذا إثباتات لوين يردون يوصلون وكل هذا وما ينطون يعني عفو عام كل هذا تعذيب كله تعذيب يعني 3 سنين صار لمسجون و3 سنين لحد الآن يعني آثار التعذيب بجسمه تعذيب إيش هذا أكو جسمه كهرباء وتعذيب يعني حتى ما يصير الناشد الحكومة على العفو العام عن ذول الأبرياء 17 سنة ونقول عجاف يعني سنين عجاف إن الله بعد جاءت بي